سيدي احنا خرب هذه ما سوقنا نسيت الشهور اللي فايته السوق هذا ايوا كنا نشريو ونبيعو ونشريو دابا نسيت الشهور ما بعنا ما شرينا ورحنا ضرينا في هذا الشهر هذا الفلاح مساكين تكرفصوا بزاف ماشي غير شويه ايوا راك تشوف هذا السوق عمر السوق ولا ما كاين ثمن ما كاين بيع وشرا ما كاين حنا جينا بني بويحي نوعي كامبرتو شويه وشت كامبرتو ايوا الناس شويه مهمة ضرت بزاف على الفوق وكذا وصيروا ما نهار جابوا للسوق ما كان والو كانوا يخرجوا القزاره تما شويه بيعوا يشيو معاهم ولا ما كاينه بيع وشرا كيبيعوا قرض الثمن وصافي اه بالنسبه شي شويه العلف شي شويه عاود شويه الدوله ولكن ماشي كنعاونوا حتى حنا عاد في السوق دخاله وكذا وفصه غاليه 6000 فرنك ونخاله 8000 8500 الزرعه 22000 21500 ايوا المهم رحنا نتعافروا مع الوقت صديق والحمد لله تشهد سيدي الله انا ما ندير مضرين بهذا الشيء وسمعت حنا الفلاحه ما عندنا لا ما لا ما نبيعوا ولا ما نشريوا بلا غير الغلم وسمعت الغلم كنا حاس المعيشه ديالنا هي السوق السوق تبلع دابا ملي نفتح السوق راه حنا نطلبوا سيدا رب العالمين نكونوا مزيانين هذا الشيء اللي كاين الزرع قالوا لنا الزرع الدعم موجود الدعم حنا ما شفناهش كاع يعطيونا جوج شكار ثلاثه واش اللي عنده 100 شي 200 شي اسمه غادي تزيد ولدابا لا راه حنا مخلصينو دي شهر ولا شهرين اصاحبي ما جابوه لنا درك حنا هاد المواطنين كنت خطانا من الفلاحه ومن الكسيبه ومن داك الشيء راه ما عندنا والو راه حنا بالله والوطن والملك زادت الصراحه كدير اليوم راه دير 7000 6000 ما وكاين اللي ما لقاش باش يشريها وما قديناش نشريوها والسواق مريده درك الغلم كيجيبوا دوك الشيء اللي عندهم اليدام عندهم شيه فيهم اليدام يجيبوهم يديهم للجزاره واللي هو كسا مسكين سارع غا في الفرش وشيهو غير عايشين ما داهم عليه حد دابا غير عاد ربيع تقنا بالمطار شويه راهم اليوم كيتمعشوا والبلاد يبست الا يبست الشيه ما يديهم عليه ما لقى باش يعلفهم ما لقى باش يجيب حتى البز حنا المواطنين راهم مضرورين هذا هو وشكر احنا رحنا في واحد الازمه اللي ما تصورش ثلاث شهور هذه والسوق مبلع وحنا ما عندنا حتى شي مدخول سوى الكسيبه بوحدها دروك لا ما تعلف لا باش تبيع باش تشري العلف لا الدوله تعاونك في العلف دابا كري فيه وقعد فما هي حتى وزويلك كري فيه وقعد فما دخل شي حاجه للسوق ما كان ما تدخلش يعاونك بشي حاجه ما كانش راه حنا في الجبل مع الغلم فما راه حنا نموتوا حنا وكسيبتنا بنص راه تاع الكسيبه ضاع بالغبن وكانش اللي تفكر هذا الفلاح كاع كانش اللي قال له حتى السلام عليكم واش مراك دير وكي راك داير واش مت واش عشت واش مازال ما شفنا حتى واحد كاع والو رحنا نشوفوا هاد الصوالح في الاذاعه قالوا داروا حنا حتى حاجه ما شفناها راه حنا في ذاك الجبل قدامك اللي ها حنا وكسيبتنا محزولين نجيو داخلين ولي لدارك ما كاين والو هذا هو المشكل ما عرفناش كيف غادي نساوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.